في واحد مزعل أم سوزان، قال أبي أبوس راسها وأعتذر لها وأعطيها بوكي ورد. قوم تعرفين أول، ممكن ما تدري ليش مزعلك، كلمني ترجاني وقال لي أنا بعتذر، ما هذا إعلامي شاب حسين الفيلتشاوي، فقال أنا بس سريعا شاب. السلام عليكم، أعطيتم العافية. السلام، أنا وايد اليوم سعيد أن أنا أشوف هذه الأشخاص والمميزين، اللي أنا محظوظ أن أنا أوقف قدامكم أتكلم. أنا أسأت لسوزان في بوست في اليوتيوب، وأنا أعتذر أمام الكل وأمام الصحابة على اللي صار. أنا أنصت وهي أكيد قلت أنا متأكد أن طيب، وراح يعني تسامحين شغفي هذا الاندفاعي. أنا أنصف وايد مشكور مشكور مقبول مشكور.